السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 اي حد فينا ممكن يتعرض له، سواء كنت طفل او راجل كبير او حد صغير او شاب ممكن تتعرض له. ممكن وانت ماشي في شارع تلاقي حد اتعرض للموقف ده، فلازم يكون عندك دراية وعندك علم باللي ممكن يحصل. وقبل ما نتكلم في موضوع النهارده، ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناة وتكتب لنا تعليق وتنشر المحتوى اللي احنا بنقدمه لعل ان حد يستفيد، وتشارك في صدقة ثواب نشر العلم. موضوع النهاردة هو الهيماتومة او الكدمات. لا قدر الله، لو انت ماشي وقعت مرة واحدة على راسك او على ايدك، او الباب قفل على ايدك زي ما حصل معايا واتخبطت باي آلة حادة، او وقع عليك طوبة او حجر او اي حاجة، تتعامل ازاي؟ اول حاجة من الاسعافات الاولية بتاعة الكدمات انك تحط الجزء المتأثر اللي حصل له كدمة في، تحط تجيب كمادات مية ساقعة وتعمل عليه كمادات مية ساقعة كل ساعتين، ربع ساعة من ربع لثلث ساعة، كمادات مية ساقعة في اول 24 ساعة، كل ساعتين ربع ساعة، وترفع الجزء المتأثر اللي حصل فيه ورم لفوق منطقة القلب، تمام؟ يترفع لفوق. والكمادات المية الساعة هنا عشان تقلل الإحساس بالألم وتقلل الورم. يبقى أول حاجة بنحط كمادات مية ساعة على الجزء اللي حصل له الكدمة، تاني حاجة بنرفعه فوق مستوى القلب، تالت حاجة بنحط عليه هيموكلار أو ريباريل جيل أو ثرومبكس جيل. دي من أكثر الأدوية الفعالة لمعالجة الكدمات. في الـ 24 ساعة التانيين بنبتدي نعمل كمادات ماء دافئ، وهنا وظيفة كمادات المية الدافية ان هي بتزود الامداد الدموي او الدورة الدموية اللي رايحة ناحية العضو، يبقى وظيفتها في 24 ساعة. لو كل ساعتين تلت ساعة بالكمادات المية الدافية بتفرق كتير جدا جدا جدا، مع استخدام الهيموكلار او الثرومبكس او ريباريل جيل، استخدام مسكن زي البروفين ولكن يكون بحذر مش بكميات كبيرة، استخدمه عند اللزوم فقط، هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة، وما تنساش في النهاية تدعمنا بلايك للفيديو وكومنت واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.